على وصل قد مرة؟ على وصل اسبوعين يتمرن. احنا بدنا نشتغل مبادئ مال مواشي قيري او الراوند كيك. نخلي شخص ونشتغل من فوقه، ايدك فوق وراك تعال كم تشي. اشتغل باليسار واحد على الكيك، اثنين ثلاثة اربعة. امشي الرجل الامامية متقدمة، كيزاني تفتح، تطلع الرجل متأخرة، ترفع الركبة، ترفع الركبة على كيك او تفتحها محكوبة، بعدين تطلع الضربة بشكل كامل. اثنين واحد ايدك فوق، اثنين نركز على الايد فوق حتى الدفاعات تصير صحيحة، ثلاثة نمشي دخولية، اثنين ثلاثة أربعة خمس. إذا هو يمناه يشتغل باليمين مثلا عشرة باليسار أربعة حتى تصير اكتوبر. قدم اليمين ايدك فوق، واحد حاول ما تفوت، اثنين ثلاثة أربعة فوق بقية خمسة خمسة ستة. بدلك قدم اليسار وقع بس راح تشتغل ناصية، رجع مكانه وسط، رجع مكانه عالي. قدم اليمين رجع الشودان الجودان، اشتغل كل المستويات اللي هي الجيدان شودان وجودان، هيك راح يساعدنا نتلقي. بعدين ورا شويه او ورا يعني اسبوع اسبوع احنا راح نشتغل ضرب فوز على كل قوتك. اوكي دك فوق روح، واحد اثنين ثلاث اربع اخيره خمس. تنفس تنفس قدم اليمين ودك فوق، يرتاح شويه حتى صعده تهديف. ممكن يشرب ماء يرجع لنا، لا دك فوق اثنين ثلاث خمس. ارتاح واخذها كرر الاف الاف لحد ما تصير دي باربعه.